ده قدر ربنا. كنا 9 سرد باكيت، قلت ممكن في يوم من الايام انا اللي هلعب، انا اللي لعبت على 9، ممكن اقولهم بالترتيب: يحيى نبيل، سام الشيشيني، هيثم فاروق، توفيق صقر، مدحت الحوفي. انا عايزه اغير المود، بس اللي انا شايفاه في عينك يا كابتن ده دموع فخر. طبعا طبعا، والفخر للنادي الاهلي مش الفخر للاعتزاز باسم عمرو الحديدي. ما هو النادي الاهلي اللي كبر وعمل نيون لاسم عمرو الحديدي، مفيش حد يعرف عمرو الحديدي. اي حد بيلعب في النادي الاهلي، بيلعب في نادي الشعب، في نادي الحكومه، في نادي كل حاجه كل حاجه. النادي الاهلي هو اللي يخش عضويته هو عضويه مجلس الشعب، مش هيسيبها. طب احنا كلامنا كتير ولسه، بس شايف ليه الاهلي كيان كبير؟ ليه شايفه كيان اصلا؟ عشان اول من حط المبادئ اللي انا شفتها، واول من قربت منه وسلمت عليه الساعه 4 الفجر، كان الكابتن صالح سليم. واحد بيقول لي انت تعرفني؟ قلت له طبعا عارف حضرتك، مش انت حضرتك كابتن صالح بتاع الشمعة السوداء؟ ضحك. هتوقع، انت عارف هتوقع على قد ايه؟ قلت له لو في العمر عمر، انا مش عارف بس اوقع. وقعت. عارف حضرتك لما بتكوني بتتكلمي عن الكيان، انت واقفه قصاد صالح سليم الاسطوره اسما، وصاحب ورئيس مجلس اداره الكيان اللي انت امنيه حياتك تنتمي ليه، نادي الاهلي. دخلتي جوه بقى في مبادئ، مبادئ لحياتك الخاصه، لحياتك العمليه، لحياتك الكرويه، لحياتك ما بعد الكوره. الشركات الكبيره اللي ليها اسم عالميا بيقول لك خدمه ما بعد البيع. احنا ما بنروح في اي مكان، بنعود الناس على طبعنا. يعني انا مسكت الناشئين بعلم الولاد يعني ايه النادي الاهلي، بس في صوره عشان ما يحصلش لغط في الكلام. المبادئ اللي انا اتعلمتها بنقلها لك، وبنقلها لك وانت متاكد انك لو انتقلت للمكان ده مش هيبقى غريب عليك. فانت كان عندك مثل قبل كده. الحقيقه يا كابتن انا مستمتعه جدا بالحديث، ربنا يكرمك. هنكمل كلامنا، لسه في حكايات كتير بس